العلاج الوهمي وازاي يبقى حقيقي. بص يا باشا، نظام المناعه في جسمك ماشي بمبدا المكسب والخساره، عشان كده العلاج الوهمي له دور في نظامك المناعي. طبعا انت مش فاهم حاجه، تعال فاهم. تعرف ان العلاج الوهمي احيانا بيخليك تصدق انك قادر تتغلب على المرض؟ مش بس كده، ده كمان بيقنعك ان جهازك المناعي هو اللي اتغلب على المرض. سنة 1996 عملوا تجربة عن نوع مرهم جديد مسكن للالام اسمه تريفاريكين. عملوا التجربة دي على 56 طالب، نصهم دهن مرهم حقيقي والنص التاني دهن مرهم وهمي. بعد كده جابوا كماشات وبدأوا يضغطوا على الصباع اللي اتدهن عليه المرهم واللي ما اتدهن. كل الطلاب اقروا ان كان الالم اقل في الصباع اللي اتدهن عليه المرهم، بما فيهم اللي حاطين مرهم وهمي. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي احساس مش حقيقي، بس هم صدقوه، وده اسمه تأثير العلاج الوهمي. في العادة لما الدكاترة بيعملوا اختبارات على تأثير الأدوية بيقسموا مرضاهم جزئين، جزء بياخد دواء حقيقي والجزء التاني بياخد دواء وهمي، وغالبا الدواء الوهمي ده بيتكون من ملح أو سكر. حرفيا ملوش أي تأثير علاجي. تيجي انت تسألني وتقول لي افرض العلاج ده جاب نتيجة زي تجربة المرهم كده، هل هيتم الاعتماد بيه رغم ان مكوناته ملح أو سكر؟ الإجابة اه، هيتم اعتماده كدواء في النوع ده من المرض. الحشيش تمام؟ تمام. زي الفل يا سيدي الناس. بس ده مش معناه انك لو قدر الله جالك مرض زي السرطان ورحت انا جاي لك واخد في ايدي دكتور مجدي يعقوب قامة طبية كبيرة زيه، وراح جاي ومديك دواء قال لك الدواء ده هيخففك من السرطان، فانت مصدق وعقلك مصدق والمؤلف وسخ والمخرج وسخ، ورحت واخد الدواء وانت مقتنع 100% انك هتخف، برضه مش هيخففك من السرطان. ايه ده؟ وده ياخدنا الموضوع مهم قوي، هي ايه اصلا تاثيرات العلاج الوهمي؟ تعال قوي. بص يا سيدي، العلاج الوهمي او بلاسيبو زي ما بيتم الاشاره ليه في الاوساط الطبيه له تاثيرات مختلفه. بس قبل ما اكمل لك الحكايه تعال نحط ثلاث قواعد مهمين قوي. اولهم ان العلاج الوهمي ملوش تاثير موحد. تاني حاجه ان العلاج الوهمي ما بيشتغلش من تلقاء نفسه في امراض زي السرطان او الربو، وحتى لو اشتغل تأثيره بيكون نفسي فقط. تالت حاجة ان في جزء من ادعاءات التحسن والشفاء المتعلقة بالعلاج الوهمي ممكن تكون كدب عادي. امال حضرتك فاكر ايه يا حبيبي؟ وده بسبب ان ممكن يكون المريض خف عادي لوحده، او بمعنى ادق جهازه المناعي تغلب على المرض بدون اي مساعدة، او مثلا ان المريض خلقه ضيق. هتفضل باصص لي كتير ايه؟ وزهق من كتر ما الدكاترة بتسأله انت كويس اتحسنت، فبيقول اه انا كويس. حاجة عجيبة جدا تصورها، بصلي اهو. العلاج الوهمي له تأثيرات موضوعية وفسيولوجية. هل كنت تعرف ان ممكن يجيلك اكتئاب او انكزايتي بسبب دواء وهمي؟ ما كنتش تعرف ها؟ تعال انا بعرف. دواء الوهمي او البلاسيبو ممكن يأثر او يعمل تغيرات في كمية المخ المتعلقة بمرض اسمه الباركنسون اللي بيسبب الاكتئاب والقلق. مش بس كده، ده كمان بيزود سرعة نبضات قلبك وألام الضغط كمان. في نظرية بقى هتعجبك قوي للطبيب النفسي نيكولاس هينفري في جامعة كامبريدج، بيقول فيها ان الانسان ليه نظام لإدارة صحته ومناعته، وان جسمنا بيحارب الأمراض وفقا لمبدا المكسب او الخسارة، وان ردود الفعل اللي بيديها الجهاز المناعي بتاعك زي الحمى والغثيان والإسهال والاكتئاب والألم بشكل عام دي ردود فعل طبيعية بيطورها الجسم ضد الامراض. لكن خلي بالك بقى، لما يكون عندك مرض جسمك بيكون في حاله حرب مع المرض ده، ممكن اي رد فعل من دول ما يكونش في صف جسمك في الحرب دي، خسرك المعركه اصلا، او يكون في صفك وتتغلب على المرض. تعال احكي لك تجربه تثبت ده. سنه 2002 راندي نيلسون وزمايله من جامعه اوهايو عملوا تجربه على شويه فئران، ادوهم ماده كيميائيه ليها نفس مفعول العدوى البكتيريه، وعرضوهم للضوء لفتره قصيره وهم موجودين في القفص، وبعد كده سابوهم في الضلمه، ولاحظوا في التجربه دي ان الجهاز المناعي بتاع الفئران قاومش العدوى اساسا. بعد كده ادوا لمجموعه فئران تانيه نفس الماده الكيميائيه بالظبط، لكن المره دي زودوا مده تعرض الفئران للضوء، والنتيجه ان الجهاز المناعي للفئران اشتغل وقاوم العدوى بسرعه. اوه ماي جاد! واو!
ايه اللي حصل؟ اللي حصل بإيجاز الفيران اللي تعرضوا لضوء قليل وبعد كده بقوا في ضلمه، خدوا انطباع انهم في فصل الشتاء، ومدام في فصل الشتاء يعني الجسم محتاج لكل نقطه طاقه موجود، لان نسبه انك تلاقي اكل في الشتاء نسبه مش كبيره، فالجسم خد قرار انه مش هينشط الجهاز المناعي عشان ما يحرقش طاقه، في حين ان المجموعه الثانيه اللي تعرضت لضوء اكتر خدوا انطباع انهم في فصل الصيف، ومدام في فصل الصيف يعني نقدر نلاقي اكل، يعني ممكن نحرق طاقه عادي، يبقى شغال لي يا ابني الجهاز المناعي ده. انت تيجي تسالني ايه علاقة ده كله بالعلاج الوهمي اصلا؟ زي ما قلت لك الجسم بيكون في حالة حرب مع المرض، واي حاجة ممكن تكسبه الحرب دي هو ما عندوش مانع فيها. هيمفري بيقول ان تأثير العلاج الوهمي بيرتبط بشكل مباشر بالنظام الاداري للصحة في جسمنا، وبالتالي لما تاخد علاج وهمي بس انت مقتنع 100% انه هيخففك، ده هيساعد جسمك انه يقاوم المرض اللي بيحاربه بشكل اكتر جدا، بيخليه يحاربه بمبدأ المكسب والخسارة وينتصر عليه كمان. سلام.